صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 11 بتعيين مدراء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. جاء فيه يعين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كل من السيد صلاح عيسى الرميحي مديرا لإدارة أمانة سر الجلسات، السيد ثامر عبد المنعم الريفي مديرا لإدارة نظم المعلومات والوثائق، السيد طارق أحمد النعيمي مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية، السيد سفيان إبراهيم الهاشل مديرا لإدارة شؤون اللجان، السيد أحمد إبراهيم العسيري مديرا لإدارة الإعداد والمتابعة.